السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ هاني عياش. هنكمل مع بعض إن شاء الله سلسلة حافظني القرآن بالتجويد. النهاردة إن شاء الله معانا سورة اسمها سورة الناس، وسورة الناس دي تعتبر آخر سورة من حيث الترتيب. في التجويد بقى في سورة الناس نركز على حرف النون المشدد. هناخد درس التجويد النهاردة اللي هو النون المشددة والميم المشددة. حكم النون والميم المشددتين حكمهم ايه بقى في القرآن؟ بنعمل حاجة اسمها ايه؟ غنة. الغنة دي كام حركة؟ حركتين، حركتين. الغنة اللي بنعملها هنا كام حركة؟ اتنين. طيب بنعمل الغنة ازاي؟ كلمة زي كلمة الناس، بصوا كده معايا هتلاقوا النون عليها ايه؟ شدة. في الحالة دي ما ينفعش حد يقول ايه؟ الناس، ولكن نقولها ايه؟ الناس، الناس. بنعمل فيها غنة ايه؟ حركتين. طيب هتبقى موجودة فين؟ هنا وهنا وكمان هنا، والخناس، الناس، الجناتي، الناس. هقول بعض المعلومات الأول عن سورة الناس، وبعد كده إن شاء الله هقول لكم القراءة بتاعت السورة عشان تركزوا معايا فيها كويس. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول: قل يا أيها الرسول، قل أعوذ برب إيه؟ برب الناس. رب الناس اللي هو ربنا سبحانه وتعالى رب الخلق كلهم. أعوذ يعني ألجأ وأعتصم وأستغيث ربنا سبحانه وتعالى. ملك الناس، ربنا سبحانه وتعالى هو الملك بتاعنا، إله الناس، وربنا هو الإله بتاعنا اللي احنا بنعبده. من شر الوسواس الخناس، الوسواس الخناس اللي هو مين؟ الشيطان. الشيطان ده بيعمل إيه؟ وظيفته إيه؟ الذي يوسوس في صدور الناس، اللي هو بيوسوس لنا بالأعمال الشر اللي احنا إيه؟ بنعملها. من الجنة والناس، لأن معروف طبعا إن في ناس للأسف شريرة جدا، وفي برضو كمان جن برضو إيه شرير. فأنا بستعيذ بربنا سبحانه وتعالى من الجن الشرير ومن الناس الإيه الشريرة اللي ممكن تدعيني إن أنا أعمل حاجة مش عايزها أو حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. فأنا بستغيث بربنا وبلجأ لربنا وبطلب من ربنا إن يرزقني إيه الحماية، يرزقني الحماية من كل إيه حاجة ممكن تقدر إن هي تضرني. سورة الناس فيها معلومة كده عشان إيه لو حد سألكم ما هي السورة التي تنتهي كل آياتها بحرف السين، هنقول له إيه؟ الناس. كم عدد آيات سورة الناس؟ 6 آيات. وبرضو ناخد بالنا إن هي آخر سورة من حيث الترتيب في المصحف الشريف. نيجي بقى لقراءة السورة، وبعد كده إن شاء الله نركز على حكم النون والميم المشددتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أول آية نركز على حرف الذال. قل أعوذ برب الناس. خلي بالكم من حرف الذال عشان ناس كتير بتقولها أعوذ، أعوذ دي خطأ. قل أعوذ، أعوذ برب الناس، حرف النون المشدد. قل أعوذ برب الناس. الآية اللي بعديها ملك الناس، إله الناس. هنا بقى نركز بقى كويس جدا بقى كلمة من شري. كل الناس للأسف اللي بيقرأوا القرآن لأول مرة غصب عنهم بيغلطوا فيها، لأن هم متعودين على كلمة شر. احنا بنقول دايما الخير والشر، الخير والشر، الخير والشر، ولكن لو جينا بقى للقرآن ما ينفعش نقول شر، ولكن نقولها ايه؟ شر. خصوصا ان الراء دي تحتها كسرة، هنقولها ري ري شري، فما حدش يقول ايه شري، نقولها ايه شري. يبقى اول نون دي بنعمل لها حاجه كده اسمها اخفاء، اخفاء. طب الاخفاء ده يا استاذ بنعمله ايه؟ اخفاء بغنه ميا، بعد كده نقول شري. ازاي نقرا الايه؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. الآية اللي بعديها نركز على حرف الذال، طبعا لساننا فيه، وكلمة صدور نركز على حرف الصاد، كتير جدا بينطقها سين. الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس. نركز على الجنة، في طلبة كتير جدا بيقرأوها من الجنة، من الج، خطأ. اللام هنا لام قمرية، يبقى لازم ننطقها
من الجنة. طلبة كتير جدا بتقول الجنة، خطأ، اسمها الجنة. الجنة اللي هم مين؟ اللي هم الجنة. الجنة اللي هم مين؟ الجنة. هقرأ السورة مرة تانية واحدة بس كده ورا بعضها، نركز على قراءتها. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سورة الناس سورة سهلة جدا إن شاء الله، بس وركزوا على النون المشددة، هي مشهورة جدا، هي السورة الوحيدة التي تنتهي كل آياتها بحرف السين، هي السورة الأخيرة في المصحف من حيث الترتيب. الوسواس الخناس يعني الشيطان الرجيم، صدور الناس يعني اللي هو طبعا المنطقة العلوية من الجسم اللي موجود فيها القلب، وموجود فيها القلب اللي هو الشيطان ممكن يوسوس لنا فيه. من الجنة، الجنة اللي هم مين؟ الجنة. والناس طبعا اللي هم احنا. انتظرين ان شاء الله في فيديو جديد، في مع صورة جديدة اللي هي صورة الفلق بإذن الرحمن، خلال يومين او ثلاثة هنزلها لكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.